الجهاز الفني اللي هيتولى مسؤولية التدريب غزل المحلة ابتداء من اليوم بقيادة الكابتن عبد الحميد بسيوني مدير فني، مع الكابتن أحمد صالح مدرب عام، والكابتن ياسر علي مدرب مساعد، والكابتن أحمد سالم مدرب مساعد، ومعهم الدكتور سيد عبد القادر مخطط أحمال، وطبعا الكابتن أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى. بقيت تشكيل الجهاز عشان التغييرات اللي حصلت، كابتن محمد الجميل المدير الإداري للجهاز، ومعاه الكابتن سيد الجمال والكابتن محمد عادل إداريين، والجهاز الطبي الدكتور خالد الجميزي والدكتور محمد عمر والكابتن ماهر عمارة والكابتن رضا زين. سعيد جدا جدا ان انا في وسطكم النهارده، وبرحب بيكم في بيتكم ومكانكم. بشكر الباشمهندس علي عباسي رئيس مجلس اداره شركه غزل المحله على وجودي معاكم، وبشكر مجلس الاداره، ويشرفني ان انا اكون يعني واحد من مؤسسه نادي غزل المحله العريقه، هذا النادي العريق الكبير اللي احنا كلنا بنفخر بوجوده وباجياله العظيمه اللي رفعت اسمه، سواء على مستوى اللاعبين او على مستوى المدربين. بشكر كل جماهير غزل المحله اللي الامانه لقيت مردود عندها كبير جدا، ويا رب يقدرني مع هذا الجيل الجميل اللي هو اللعيبه اللي موجوده، ومع مجلس الاداره المحترم اللي انا بشكره فردا فردا في شخص الكابتن الباشمهندس علي. جماهير المحلة جماهير عشقة لكرة القدم، جماهير المحلة الأداء لوحده ما يسعدهاش، النتائج لوحدها ما تسعدهاش، لازم يجمع الفريق ما بين الأداء الجيد والنتائج الجيدة، ودي معادلة بتبقى صعبة جدا جدا في كرة القدم. نتمنى كجهاز فني مع اللعيبة اللي موجودة في وجودهم ورانا ووجودهم ورا الفريق إن شاء الله بإذن الله، إن احنا نحقق المعادلة دي ونحقق كل الامال اللي بتتمناها شعب المحله ان شاء الله. جهاز كله على اعلى مستوى، نتمنى ان شاء الله نعمل حاجه لجماهير غزل المحله، لان هم جماهير غزل المحله بتحب الكره الحلوه، بتحب الاداء الكويس، وعايزه نتائج كمان، فان شاء الله نامل ان احنا نبذل كل او كسر جهدنا في الشغل، وان شاء الله النتائج تيجي مع التعب ان شاء الله باذن الله. يعني الموضوع جه صدمه، احنا قاعدين منتظرين، ومكلمني في يوم وبقول له في اجتماع يوم السبت، على شكل الفريق واخد راحه اليوم الجمعه بالجهاز، فهو كان هيجي الجمعه ده تمرين، فقلت له خلاص نخلينا السبت اجتماع. بيكلمني يوم الثلاث، قال لي طب ما اجي بكره نجتمع ونقعد ونشوف احنا هنعمل ايه. خلاص احنا قاعدين منتظرينه يوم الاربعاء ان هو جاي يقعد معانا نشوف خطه العمل الفتره الجايه في التوقف. فوجئنا بعد ما قعد بخمس دقايق بيقول انا المقاولين عارضين عليا. طبعا كانت صدمه، يعني كلام غريب، وما بلومش عليه لوحده، يعني هو المفروض اداره المقاولين نفسها اللي كانوا قبل كده بيصرخوا لما كانت الناس الموسم اللي فات بيكلموا على عماد النحاس، وكانوا بيقولوا الناس عايزه تهد استقرارنا، والناس عايزه تعمل لنا مش عارف ايه. لا، ما هو انتوا كده برضو كنتوا بتفكروا في انكم تهدوا استقرارنا، بس انا الحمد لله انا قلت غزل المحله نادي كبير، كيان ما بيتهزش، ما بيقفش على حد، وربنا دايما بيوفقنا لاختيار افضل وافضل ان شاء الله. خبر فتح الله ده من امراض السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عملت امراض عند الناس، امراض نفسيه يعني. ولذلك كل واحد بيبدا يحط يالف خبر ويحلم بيه ويتصوره. ده انا اعتقد انها ما تجيش في الاحلام، يعني لاعب من اسبوع او 10 ايام لسه له سيزون كمان مع غزل المحله، وجاي قاعد معاه ومجدد له ومديد له عقده كمان، وهذا اللاعب من ارجل الاشخاص اللي تقابلها. لاعب بيقول لك انا مش همشي من النادي ده كمان لما عقدي يخلص، لما انت تمشيني. فتخيل ان يتهم او حد يقول ده مضى عقد ثلاث سنين في الاهلي، انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ ده خبط في استقرار فريق انا لن اسمح بيه. عشان كده انا طلعت مباشره ورديت بسرعه، انا رديت على الخبر ده امبارح، وهنلاحق اي خبر يتكتب عن فريق غزل المحله قانونا، لان المفاجاه للناس ان اللي بيكتبوا هذه الاخبار لا ينتمون لنقابه الصحفيين، وده اللي الناس ما تعرفوش، لكن انا عارفه وعندي قانوني هيقوم بالدور ده. اي حد، ليه؟ لان هو بيعتبر نفسه ما اخطاش، بيقول لك خبر وسمعته كتبته. لكن انت ما تعرفش ان دي طلقه رصاص جوه فرقتي، بتخبط لي في لاعب، بتخبط لي في استقرار فرقه، بتوقع الجماهير في فرقتي، بتخلي الجماهير تقول ده هيبيعوا الفريق.
الكلام ده كله طبعا ممنوع، الكلام ده احنا رافضينه جملة وتفصيلا، وللأسف الشديد هم ما شافوش إدارة بالمنظر ده قبل كده. احنا بنتابع كل صغيرة وكبيرة ومش هنسيبها، يعني ان كان اللي قبلنا او اللي قبلنا او 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 او، لا احنا ما بنسيبش لا صغيرة ولا كبيرة، ومش هنسيب الموضوع ده. لان برضو لو حضرتك سألت إدارة النادي الأهلي، إدارة محترمة، هل تصدق ان إدارة الأهلي تبعت تاخد لاعب ويقعدوه مش عارف مع الكابتن مين وفي قهوة فين؟ كلام يعني العقل ما يصدقهوش. إدارة محترمة، إدارة نادي كبير زي ده، اتعاملنا مع بعض قبل كده، بيدخلوا البيوت من بابها لو عايزين. وخلي بالك كل الأندية الكبيرة دي يربطنا بيها علاقات محترمة، وكلهم عارفين إن إحنا في مرحلة بناء، إحنا بنبني فرقة، فاستحالة هفرط في الفرقة اللي أنا ببنيها دي، إن أنا هفرط بعمود من عمدان البيت يبقى أنا بوقعه مش ببنيه.